اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أهدى ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أتى ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على tahlil dungo ayo lakonono ajarane wali songo warna warna zikir tahlil dungo ayo podo lakonono mojo Quran mojo Quran ayo solawat dongo ayo podo lakonono ajarane wali songo warna warna zikir tahlil dongo ayo podo lakonono mojo Quran
ayo solawatan syara kubur ojo ganti dilalekno Allahumma salli wa sallim ala يا حبيبي يا حبيبي كيف
أفضل الهلمان محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله سوف أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمع الله رب العالمين وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وسخاته وسلم التابعين وقاتل مجمع عليكم ورحمة الله قد برأي مسيح القادر الجلال سمع وصون جامع الاستغفار Kecamatan Wonotunggal Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Ya rabbi shalli ala Muhammad يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف البدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهلا ورمندقا وأشدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بطقاد حقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسر وسهل ما قاد أول يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وفد من الخير كل مهلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآل من بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك لي ولآلي السلام عليك زين الأنبياء السلام
السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأزكياء. Oh, darling.
اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آلي. اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعاد مسانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنات ما جعرت به في أقدره الكسمة فارسل إليهم أشرف خلقه وعجل عابده رحمة تعالى قد إرادته الأسالية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشارت أشعار شرفه في عوالم السادة والخيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المنى الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرات الإحسان صلى الله عليه. سورة كاملة تحارت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود فترجت برد العلا والم بدراس التقريب اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في علام قدسه الواسي تجلي يقضى بانتشار فضلي في القريب والساسي صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنشر أفره أفراده بتعداد ولا يمل تعراره بكسرات ترداد صلى الله عليه. حيث أبرز من علام الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر تصل بقلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب صلاة الله ما لا حدك واجب أن أحمد غير ما رجب النجائب صلاة الله ما لا حدك واجب أن أحمد غير ما رجب النجائب والملائكة صلاة الله ما لا
I'm
سبحان الذي أبرز من حضرات الامتنان ويعجز عن وصفه اللسان ويحر في تعقل المعاني الجنان انتشر منه في عالم بطن والدهور ما ملأ الوجود الهلكي نور صلى الله عليه وتبارك الله من إله كريم بشارتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فما فجاده هذه البشارات وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربان وجهاد الحبيب علنت السماوات والأرض نوما في النبي الترحيب وأمطر الجود لله على الوجود تسيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كناد المستور ليبروز نور كاملا في عالم ظهور نورا فوق كل نور وآفد الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه وسلم من عاش الأمة أن ينظر دعوته صلى الله عليه تأنية لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه وأتى الوقت الذي رتب الله ولو دري وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على نبي محمد اللهم صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
بوجود المصطفى عمد ولأهل الكون أنسون والسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا على المثاني وهزل يمنهم نهار الرد واستدعوا بجمال فقفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث اذهبنا بوجود المصطفى هادي مؤمن. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، مرحبا مرحبا يا نور.
رسلي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بملكة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بملكة الهادي محمد يا الله صلى على نبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما ضد عن كتابة البطون الأوراد. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم أخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين الحلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق سل والذو المعتوي على معنى الجس إذا دعا ذو المسكين وجب إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الراكم باليتيم والأرملة ولهم معاصه التي أهلك البغضة القوية التي ترتيض منها فرائس أكوية من البرية ومن نزر ذمه تعطرات الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمخافل وصلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في برية المحمود إلا وهو منطلق زين الوجود أجمد في وصف حبيبي وسنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف نزقت على مجدها أخذت على نجم سهاب ناله صلى الله عليه وقد بسط قلمه في تدوين ما فضه علم من بقاء مولد النبي الكريم وإكاية ما أكرم الله أكرم الله به هذا العبد المقرب من تكريم وتغذيم وخلق العظيم وعزنا مني أن أمسك عمة الأخلاق في هذا المقام وأقرأ السلام على سيدي الأنام السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصون الختم كما يصون تكذيب فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك لي ولآله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا به بسم الله وبالهدي رسول الله
حسن حبيب الله توسلنا في بسم الله وبالهدي رسول الله وللمجاهد لله في أهل البدر يا الله Tati Raja Joko Tikir Wali Jawa Uride Sunan Kali Joko Wis Mansur Ing Nuswantara Tati Wali Tati Raja Tati Wali Tati Raja Salatullah Salamullah Ala Tuhi Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr